بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، من ترك الصلاة فقد كفر. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر، وقد أحل الله قتله. الشرح. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: ومن ترك الصلاة فقد كفر. تارك الصلاة له حالتان: أحدهما أن يتركها جهلا يظن أن الواجب عليه هو الشهادتان فقط، والصلاة كغيرها من العبادات التي لم تفرض، فهذا حقه أن يعرف وجوب الصلاة ويبين له بما يكشف عنه جهله، فإن صلى فهو من المسلمين، له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، وإن لم يصلي كان كافرا لأنه تركها عامدا، تركها عن علم. ثانيهما أن يتركها عالما بوجوبها، وهذا له حالتان: إحداهما أن يتركها جاحدا، بل الجاحد للصلاة لو عملها ما نفعته، فلا بد من عملها مع اعتقاد وجوبها، فهذا بعد البيان له اتفق الأئمة على أنه كافر مرتد، فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وإن مات على هذا العمل فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يرثه أهله المسلمون، بل الحاكم يأخذه ويصرفه في مصارف المسلمين على الفقراء والمساكين والجهاد في سبيل الله وإلى غير ذلك من مصارف المسلمين، وقبل موته لا يناكح ولا تؤكل ذبيحته، ولا يعاد إن مرض، ولا يؤكل ولا يشارب. ثانيهما أن يتركها كسلا وتهاونا مع إقرار بوجوبها، وهذا فيه قولان: أحدهما أنه فاسق، وثانيهما أنه كافر، وعلى القول الأول بتفسيقه قتله حدا، والمعنى أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، يدعى له ويرثه المسلمون من أهله، وعلى القول الثاني بتكفيره قتله ردة، والقول الثاني هو الراجح عن المحققين من العلماء ومن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ومنهم الشيخ بن عثيمين رحمه الله وغيرهم،
لأدلة منها قول الرسول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيني وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: ومن ترك الصلاة فقد كفر. قال الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى: هناك أدلة كثيرة يا إخوة لمن يكفرون تارك الصلاة، وقوية جدا، ويقابلهم من لم يكفر تارك الصلاة، ولهم تأويلات لهذه النصوص من أدلة من يكفرون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فلا تحصل الأخوة إلا بعد الدخول في الإيمان وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فلا يخل سبيلهم ولا يرفع عنهم السيف إلا إذا آمنوا بالله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. حجج قوية جدا وكثيرة، منها قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ومن ترك الصلاة فقد كفر. أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان باب ما جاء في ترك الصلاة، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء في من ترك الصلاة، والنسائي في كتاب الصلاة باب المحاسبة على الصلاة. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وبين العبد والكفر أو الشرك ترك الصلاة، رواه الترمذي في كتاب الإيمان باب ما جاء في ترك الصلاة. فأمر الصلاة عظيم جدا، وهي عمود الإسلام، وكما سيأتي في حديث عبد الله بن شقيق كما أشار إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة. قال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى: فأحمد في هذه الرسالة ذهب إلى تكفير تارك الصلاة، واحتج بالحديث، واحتج بقول عبد الله بن شقيق. وعبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ليس عندهم شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. قال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى: ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن جماهير أهل العلم من الصحابة وغيرهم ذهبوا إلى تكفير تارك الصلاة، وذهب جماعة من الأئمة، بل ذهب كثير من العلماء إلى تكفير من ترك واحدا من مباني الإسلام، يعني من ترك الصلاة كافر، أو ترك الزكاة كافر، أو ترك الحج كافر. وللإمام أحمد عدة أقوال في التكفير بهذه المباني، وله قول: لا يكفر إلا تارك الصلاة والزكاة، وله قول بتكفير تارك الصلاة، وله قول بعدم تكفير تارك الصلاة، لأن الأمور شائكة والأمور خطيرة، والأدلة من الجانبين قوية، فيحصل للإنسان فيه شيء من اختلاف الأقوال واختلاف النظر
وإلى آخره. الشافعي ومالك وأبو حنيفة عندهم ليس بكافر، وقبل ذلك هم مجمعون أن من تركها جحودا جحودا فهو كافر، إذا تركها جحودا فهو كافر بالإجماع، وإذا تركها تكاسلا وتهاونا فمن سمعتم كفروهم ولو تركوها تكاسلا وتهاونا كفروهم. والشافعي وأحمد في قول له ومالك وكثير من الأئمة يرون أنه لا يكفر إلا إذا تركها جحودا لها، أما وهو يعترف بوجوبها فهذا اختلفوا فيه، منهم من يرى قتله، منهم من يرى قتله يستتاب إذا ترك صلاة الظهر يقال له صلي إلى أن يدخل وقت العصر فيرفض الصلاة يقتل حجا، وعند من يرى أنه كافر يقتل كفرا لأنه كافر فيقتل قتل المرتدين، وآخرون يرون أن قتله حجا، وأبو حنيفة من بين الأئمة يرى أنه لا يقتل، يرى أنه يحبس وينخس ويعذب حتى يصلي أو يموت، والله أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.